والله يا معشر الأحبة سأقص لكم قصة، أقصها لا من باب التفاخر، لا والله، من باب نعمة الله والإخبار بفضل الله عليه. النجانا، وهذه حال عباد الله المؤمنين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. زرت لبنان عام 26، السنة التي جاء فيها ضرب دولة اليهود له، وكان لي أيضا غرض هو الذي أدخلني إلى لبنان. كنت أبحث عن طباعة لمشروع، فأدركتني الظهر وأنا على كورنيش الحمراء في بيروت قبيل الظهر نحر الصلاة، فلما وقفت في هذا المكان ما أفطرت، كنت إلى حينها لم أفطر، فأخذ مني الجوع ما أخذه، فقلت أخذ ما تيسر الله جل وعلا. في الوقت هذا صاحب المكان قد فتح محله على البحر، على رصيف البحر، وإذا به وبصاحبه يتشاجران، فيسب أحدهم الله فيرد الآخر عليه بسبه لله وللدين. فدخلت بينهما، والذي قضاه الله قضاه، وخرجت ما اشتريت. ومررت في طريقي فجرتني الطريق إلى منطقة نصارى، أنا ورفقتي، ما علمنا فيها منطقة النصارى هذه. فقلت تدرون نصلي ونذكر الله في هذا المحل الذي لا يذكر فيه إلا الشرك، وأذنت أذان الله أكبر حتى خلصنا، وصلينا ظهرا وعصرا، وقلت لمن معي لا نبيت في هذه القرية ساعة واحدة أبدا. يا شيخ محمد ما نبعد ساعة، يا شيخ محمد والله ما نبعد ساعة، فإن الله يقول أفأمن أهل القرى، وذكرت هاتين الآيتين. استأجرنا ركبنا سيارتنا ومشينا، نحن نخرج نغادر الحدود ونصل إلى أول نقطة يعني في بلاد سورية كبيرة التي هي الزبداني، لأن هي على الطريق. فنزلنا فيها، صليت المغرب والعشاء، حطيت راسي ونمت. فلما استيقظت الفجر وإذا بصاحب الفندق يقول لي أنت عاد سافرت إلى لبنان؟ قلت نعم. قال ورجعت؟ قلت هذا أنا قدامك. فقال ما دريت الذي جرى؟ قلت لا ما دريت. قال ضربتهم دولة اليهود وأقفلت الحدود. قلت الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والله هذا الذي جرى، وأقوله تحدثا بنعمة الله وفضله علي. وبعد ذلك يمكن سمعتم أنتم العوائل السعودية التي علقت في لبنان وكيف تعاملت الحكومة جزاها الله خير معها، حتى أخرجوا آخر واحد، وكيف علقوا في المطار، وكيف رحلوهم عن طريق سوريا وتبهذلوا. فحمدت الله جل وعلا أن قلت ما نجلس فيها أفأمن أهل القرى. فالركون إلى أهل الشر تنزل العقوبة ما تدري عليك حالة وأنت معهم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا هم. فلا تأمن يا أخي مكر الله، ولو كنت ترى بنفسك الصلاح والاستقامة، لأن الله جل وعلا إذا أنزل العذاب يعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فما تنزل على الظالم، ربنا جل وعلا قادر على أن ينزلها على الظالم، ولكن أنزلها بالجميع. لما؟ لأن هؤلاء لم تتمعر وجوههم لله جل وعلا، فينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف، وإلا لو قاموا به لصدق فيهم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. شوف
بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما لم يأمر هؤلاء وينهوا أخذهم الله مع الظالمين. فإذا هم أمروا ونهوا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاعتذروا معشر الإخوة، ونسأل الله أن يجعلها لنا عبرة، وفي كتاب الله عبرة، ولو لم نفعله نحن نفعل نحن هذه العبرة أو تنزل بنا نحن هذه العبرة. نسأل الله التوفيق للجميع.